خلينا نروح لملف تاني، ملف لا يقل أهمية عن الكهرباء، الترفيه والسينما. يعني أحد أذرع القوى الناعمة المصرية اللي بتشهد حالة انتعاش فني كبيرة، وتاريخ السينما المصرية معروف اللي هو بيمتد لأكثر من 100 سنة. عروض السينما كلها في موسم الصيف بدأت بتطرح أكثر من فيلم لمجموعة كبيرة من نجوم السينما، فيلم الإنس والنمس، معرفش تابعتيه ولا لأ، النجم محمد هنيدي. احنا عندنا أفلام كتير نزلت، فيلم العارف للنجم أحمد عز وكريم محمود عبد العزيز، بنازل بفيلم موسى اللي محقق نجاح كبير جدا، فيلم موسى ده تحديدا عامل نقلة نوعية كمان في السينما المصرية، شكل جديد. أعتقد اللي احنا في هنعرف كمان في خلال بيتر ميمي والشغل يعني بيتر ميمي إخراج وتأليف بيتر ميمي، بس في نفس الوقت في نقلة نوعية أنا أعتقد بتواكب أفلام السينما في هوليود. ده حقيقي، بقى عندنا الكاركتر المصرية اللي تقدري، أو الشخصية المصرية اللي ليها هوية بتاعتنا احنا، بقى الملكيه الفكريه بتاعتها لينا احنا. خلينا نعرف تفاصيل اكتر ونقرا اكتر عن افلام السينما في الصيف الحالي، صيف 2021، مع الناقده الفنيه دعاء حلمي اللي موجوده معانا عبر زوم. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. صباح الفل. طيب في البدايه كده عاوز اعرف من حضرتك يعني، واسالك على حاجه كده، ايه اللي بيميز موسم افلام الصيف السنه دي؟ الحقيقة التنوع، زي قلت، فكرة تنوع المواضيع، فكرة ان احنا اخيرا بعد فترة الكورونا كان في حالة تشاؤم وحالة ان يا ترى السينما هتكمل اصلا في العالم كله ولا لا. صحيح. فالحقيقة كنا كل الناس متخوفة ان الناس هتقبل تاني على السينما، ولا خلاص هتبقى زي الراديو القديم كده، ان فكرة ان احنا مش هنرجع تاني، او جهاز الاسطوانات او التليفون ابو قرص، ان السينما في مع طريقها استحداث وسائل للانقراض. بديلة كمان للسينما ظهرت مع بداية جائحة كورونا، زي البلاتفورم أو المنصات اللي كانت بتعرض أفلام حصري عليها، ويمكن لقت إقبال كبير في الفترة دي. ده حقيقي، بس الحقيقة حالة التخوف ان شكل السينما هيبقى عامل ازاي، هنكتفي بالهوم ثياتر او ان الواحد يبقى قاعد في البيت يتفرج على الفيلم؟ بس الحقيقة كانت المفاجأة غريبة جدا، ان الناس لا مقبلة، زي ما يكون السينما وحشتهم، او زي ما يكون طقس صحيح. السينما، فكرة ان الواحد يروح هو والناس اللي بيحبوهم واصحابه واهله في السينما، ده واضح ان هو طقس هيفضل ان شاء الله باذن الله مكمل مظبوط. معانا، لان ايرادات السينما اعتقد ان هي عليها عبء كبير، وكمان أبطال السينما بيحبوا يشوفوا الفيدباك والجمهور بشكل أكبر، وكمان طريقة القياس، فكرة الإيرادات، فكرة إن أنت في منافسة. لا أظن الحالة كلها مشجعة ولطيفة جدا بعد موضوع الإيرادات، لأن الحقيقة كانت مفاجأة لينا كلنا. صحيح ما رجعناش لما قبل الكورونا، إحنا كنا بنوصل ل 100 مليون جنيه. المرة دي بنقارب، يعني أهو هانت، يعني في أفلام أرسل شوية زي تامر حسني، زي فيلم موسى، زي فيلم العارف. الحقيقة أن في طفرة في الإيرادات، فالحمد لله ده كده خلى صناع السينما يشموا نفسهم. يعني ده حقيقي، والفنان والنجم محمد هنيدي برضو عامل يعني تصدر ل ده حقيقي، يعني او طفره زي ما حضرتك استخدمتي المصطلح في الفيلم الخاص بيه الانس والنمس. استاذ صحيح، دعاء لو وبالذات جينا، الكوميديا، نعم، يعني هو الحقيقة تحس الناس متعطشة للكوميديا بشكل كبير. يعني برغم ان الموسم السنه دي نقدر نقول عليه موسم التاجيلات بلا منازع، يمكن كل الافلام او اغلبها كان في تاجيل او تاخير في نزولهم، الا انهم زي ما حضرتك قلتي بعد ما نزلوا السينما فعلا في تحقيق كبير جدا للايرادات، وما فيش ناس كتير بتتكلم عن ملاحظات سلبيه في اغلب الافلام اللي موجوده دلوقتي. هل في اي حاجه لفتت نظرك او اي ملاحظات موجوده في الافلام؟ الحقيقة مستوى الصورة عندنا، الحقيقة احنا فعلا بقينا مبدعين وبقينا متطورين جدا في المجال ده. المخرجين عندنا، عنصر الإخراج عندنا بقى هايل، عنصر التصوير بقى عندنا هايل، عنصر الجرافيك، هندسة المناظر، احنا بقينا بصراحة بنعمل صورة حلوة. يظل القدر الأكبر كمان فكرة المحتوى الحلو، ده اللي يمكن لسه بتيجي معانا كده، يعني ايه، بالحظ ساعات، وساعات بتبقى نتيجة اجتهاد طبعا. لكن الحقيقه ان احنا بقينا، وده شيء مطمئن، احنا كنا الفترات اللي فاتت كان دايما بيبقى فيها عندنا مشكله في هندسه الصوت، ده اللي كان بيخلينا احيان كثيره ما بنعرفش نوصل لمهرجانات بره. مستوى الصوره عندنا حقيقي احنا بقينا في تطور كبير في العناصر اللي عندنا. طب يلا نتكلم عن المحتوى بقى شويه، يعني
فيلم موسى لبيتر ميمي وكريم محمود عبد العزيز، شفنا تطور كبير جدا في حكاية الفيلم. شفنا زي ما كان أحمد بيقول لسه من لحظات فكرة ان احنا بقى عندنا هوية او بقى عندنا بطل شبهنا وعندنا حدوتة شبهنا، دي حاجة من الحاجات اللي لفتت أنظار الناس الكتير وكمان جذبت أنظار فئات عمرية مختلفة للفيلم. ده حقيقي، لان انت انا بصراحه كريم محمود عبد العزيز عمل لنا كلنا مفاجاه، لان هو دايما متخصص قوي في الادوار الكوميدي اللايت اللطيف الشاب الخفيف، لكن الحقيقه هو ممثل احنا شفناه بيمثل بجد واحنا بقى لنا كتير قوي برضو. شويه عندنا ازمه في ان انت تصدقي البطل، يعني انا كان عندي مشكلات كتير في مع شباب السينما الجداد، فكره دايما البطل يبقى بادي بيلدينج، يبقى امور، يبقى الدقن، لا الاستريوتايب ده بدانا نخرج منه الحمد لله، ان يبقى عندنا بطل بمواصفات شكليه عشان عادي الدور شبهنا. بيقول ان هو شخص ضعيف وشخص بالظبط زي اي حد فينا، فما فيش المواصفات الجسديه الفظيعه دي. الشخص فالحقيقه الضعيف زي ما حضرتك قلتي اللي قرر ان هو يخرج عن صمته بفكره، وفكره الروبوت اللي هو موسى، يمكن هكون صريح مع حضرتك، انا تقريبا تابعت واتفرجت على كل الافلام اللي موجوده، بدايه من مش انا الانس والنمس العارف واخرهم كان موسى، اللي يمكن كان فيه زي ما حضرتك قلتي جرافيكس مختلف. شايفه بقى الصناعه او صناعه السينما المصريه تحديدا في مواكبه شكل من الاشكال الخاصه بافلام هوليوود، شايفاها ازاي مع فيلم موسى تحديدا؟ هو ده بقى الفكره كلها، ان احنا بندخل دلوقتي عوالم مختلفه سواء على مستوى الدراما وده الحقيقي اللي احنا بنشوفه في الفتره اللي فاتت دي، وكمان على مستوى السينما. انت لما تروح لمنطقه فكره الروبوت او فكره الخيال العلمي او فكره ان انت بتنافس افلام بره، او مش هنقول بننافس بس على الاقل لا بنتطرق نقدر نقول ان لمواضيع احنا بننافس مختلفه. فعلا، يعني شكل يا محترم ايه خرج. ده يا ريت ده حقيقي، يعني ان الواحد بيقدر. وبصراحه الصوره كانت احترافيه بشكل كبير ومتقنه بشكل كبير، وده كان اللي صحيح يهمنا ان الاجيال الجديده تقدر تشوف حاجات زي اللي بيشوفها بره الشاب الصغير، وفي نفس الوقت بمواضيع بتاعتنا متمصره ومصريه جدا زي شخصيه كريم محمود عبد العزيز. كنت تحس ان هو شخص مصري جدا، ما فيش فكره الغربيه او ان انت حاطط عينك على بره. لا نعم الحقيقه ان حلو ان يبقى عندك بطل مصري، عايزينه يبقى مصري اكتر، يعني نروح اكتر للمصريه بتاعتنا يعني للحميميه بتاعتنا. نعم نفس فكره النمس والانس، انا كان نفسي النمس والانس برضو او الانس والنمس يبقى عن قصص مغزوله بتاعتنا، يعني دايما حتى لو هتروح لرعب او لو هتروح لنمط فيه بشكل ما تروح لاكتر للمواضيع المصريه. نعم بس احنا الحمد لله زي ما قلنا على مستوى الجرافيك سواء في الانس والنمس او في العارف، حتى كان في عندنا مشاهد قويه وفيها اكشن قوي جدا معموله باحترافيه بشكل معموله احترافي. باتقان. فاظن ان احنا في تطور، يعني احنا بنقدر نقول دلوقتي احنا بنقص الشريط لمواضيع مختلفه. هنكمل اعتقد هنكمل وهنكمل اقوى من كده بكتير، وهيبقى المحتوى الدرامي عندنا يخلي الفيلم يعيش اكتر، مش مجرد ان احنا عايزين ناخد ان احنا موجودين، لا احنا كمان هنبقى مؤثرين بشكل كبير اعتقد. اكيد نقدر نقول ان كان في تنوع في الموسم ده، وده يمكن ساعد زي ما حضرتك قلتي على وجود ايرادات. نتمنى ان ده يبقى موجود في الموسم الجديد ان شاء الله، ونتمنى ان احنا يبقى عندنا اشكال مختلفه بحيث انها توافق اي ذوق في افراد العيله، كل واحد يبقى له مكان في السينما وكل واحد يبقى له الفيلم اللي قادر يروحه ويبقى رايح وهو مستمتع ان هو رايح يشوفه. الناقده الفنيه دعاء حلمي الموجوده معانا عبر تطبيق زوم، شكرا ليكي وصباح الخير عليكي.